عقب المواقف الفرنسية القوية والواضحة ضد التدخلات التركية في منطقة بحر المتوسط ودعمها للإرهاب في ليبيا وسوريا، اتهم وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو فرنسا بالتناقض مع نفسها بشأن ليبيا لكونها من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث زعم أوغلو عبر وكالة الأناضول التركية للأنباء أن حكومة الصخيرات باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة، وهو ما يناقض الواقع حيث استنكرت عديد الدول الأوروبية والإقليمية التدخلات التركية السافرة في المنطقة. شاويش أوغلو قال ضمن لائحة اتهاماته التي طالت فرنسا، قال إن فرنسا باتت تعيش خسوفا في العقل على حد تعبيره عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام شمال شرق سوريا، واتهم فرنسا أيضا بأنها تدعم مساعي الإرهابيين في تأسيس دويلة شمالي سوريا وتقسيم ليبيا للعودة بفرنسا إلى عهدها الاستعماري السابق. اتهامات شاويش أوغلو طالت جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ادعى أن القاهرة تتصرف بناء على توجهات فرنسا. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالان بدوره استخدم نفس كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الأدوار الخطيرة ليتهم فرنسا بأنها تلعب أيضا دورا خطيرا وأنها تعزز الفوضى، ثم ينتقل ليكل الاتهامات أيضا إلى روسيا لأنها تدعم الجيش الوطني، قائلا أن تركيا ستواصل التعبير عن عدم ارتياحها من موسكو. الولايات المتحدة نالت نصيبها من الخطاب التركي المتخبط ليتهمها هي الأخرى بالتردد في لعب دور حاسم في الصراع الليبي. المتحدث باسم أردوغان وبعد أن ضرب بالاتهامات يمينا ويسارا هدد بأن لا أحد سينجز أي اتفاق في ليبيا والمنطقة إلا بوجود تركيا، لتوضح هذه التصريحات عمق الأزمة التي تعيشها تركيا وعدم قدرتها على مواجهة الانتقادات الدولية المتصاعدة. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.